السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes voisins à dire, plateau sud, où les fêtes. Des yétes sont le bleu arabia, la hadaba, le djanoubia. Plateau sud, où les fêtes. L'esclou, quand vous m'embrouc avec un psa ou le hana, Rabbi barak, Rabbi oufoukoum, inshallah, fait un chouroïkoum sakan et djadid. واللي مازال ربي يفتح عليهم عن قريب بحول الله. اليوم حبيت نجيب لكم الفكره هذه فيزافي لونتروتيان تاع لا كاناليزاسيون. لونتروتيان تاع لا كاناليزاسيون تاع الماء تاع المجاري ولا بد تكون ان تري بون مينتونونس صيانه. ما يخفلكمش بلي قطعه سلك تقدر تتفادى كوارث تاع انسداد تاع هاد لي كاناليزاسيون. السلك هذا هو عباره على سكون ابل اون فرونسي يقولوا له لو فيل داتاش. قطع مرسو سلك كروازيه بهاد الطريقه وحط فلافابو فلابينوار وفي اللوفي تاع لا كويزين قطعهم سير ميزور على حساب لو ترو. قطعهم سير ميزور على حساب لو ترو وديرهم تتفادى كارثه تتفادى انسداد تاع لا كاليزاسيون. كوم انت تسكن من الفوق كاين الناس الجيران اللي وصى عليها الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ولا بد تحافظ على جيرانك. ما من انت تسكن في السانكيام انا نسكن ديرنيير ايطاج ما حتى الجار فوقي بصح ولا بد نحافظ على جيراني اللي من تحت خاطر الا تاع السانكيام يبعد وتاع الكاتريام يبعد وتاع التروازيام يبعد وتاع الدوزيام يبعد اكيد لا محاله غدوه غير غدوه تتبوشا لا كاناليزاسيون بسبب لو كومول تاع الاوساخ. اذا قطعه سلك بسيطه جدا هي لو فيل داتاش هاوليك بانس في الطاطاش تكروازيه بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا تكروازيه عندك تكروازيه راح يخرج متين سوليد ومن بعد كي تكمل دورو هكذا شغل فورم حاله زون. كي تكمل دورو هكذا تبعوني فوالا ما ميلا مع الوقت يتسدد يقدر يشد لك حتى 6 شهور عام. ما ميلا مع الوقت يتسدد او تخدم واحد اخر لو فيل داتاش سي با مال سي با شير يتباع تشري كون جارو لوب ب 10000 وتجيبو لهنا وحطو ديرو سور ميزور كيما راكم تشوفو بهاد الطريقة. لو كان ما ديرش هذا على بالك لي زونفون الاخر كيدوشو تقابي هادو اعراض بزاف تقابي هادو اعراض بزاف راح يكري مشكل اللي يعقب لا سالتي اللي هي لو كومول تاع الشعر تاع الدراري كيدوشو الاخر يقدر يسقط تساقط الشعر يدخل فاسيلمون في هاد بار كونتر كي دير هادي جربها بنفسك سوسكريبتور ديال جربها بنفسك وضعها بهذه الطريقة وسيها خليها يومين ثلاثة ايام وتشوف واش طب لك الشعر والاوساخ والغبار. وشنو لازم لونتروتيان ساعة ساعة نحيها نقيها نحيها كاع الشعر هذاك تاعها نقيها وعاود ارجعها لمكانها. نفس الشيء بالنسبة تخصني هنايا مرآة من بعد نشري مرآة هذا فيه بروبلام ساعة ساعة فيه هاد ماس بعد نسقمو معليش ماشي هذا هو الموضوع تاعنا. دوك نزيد نخدم وحدة لهنا شوف تقابي شحال عراض يجوزو الشعر ومن بعد يديرلك مشكل ومن بعد تعشي تفتح مشكل عاويس شوف مشمع هنايا متقدرش تنحي هذا لازم تجي منا ترقد في الأرض تمارة علاش ماشي قطعة سلك كيما هادي
كيما هذه تخدمها وتحطها هنايا بهذه الطريقه. شوف حاجه ما تجوز، ما تجيش كاع تحوس عليه. وشنو كيما قلت لكم ساعه ساعه نقيوهم يومين ثلاثه كيطموا الشعر ويطموا حشاكم اكرمكم الله الاوسخ، ولا بد تنقيهم. نفس الشيء بالنسبه ل لوفي دو كويزين، انا خدمت له هاوليك يتنحاو كيتوسخو يطمو لي كوميل. هاوليك انفضها نقيها مليح، نقيها نحيلها لا سونتي وعاود رجع. نفس الشيء بالنسبه هنايا ارفد نقي هلا بار اكزومبل. هذا لو كان مانيش داير هادي، لو كان راه عقب ينطمو 10-20 سباغيتي كيما هذا راح يدير لك ان كرون بروبليم، وتعشي من بعد ديمونطي ومن بعد تقيس الجوان تعطبو ان كرون بروبليم. ما شوف لو كان تستعمل هادو سوسكريبتور ديال اسمعني مليح، لو كان تستعمل هادو راح تحافظ على نفسك وتحافظ على جارك وتحافظ على الماتريال تاعك. ما تجيش كاع تدنا لهادو، ما تجيش تدنا كاع لهنا تلقي ولا تنطوي خلاص. يفوت تبلاصي هادو، انا راني مجربهم في دار يما وين كنت. تبلاصي هادو ساعة ساعة نقيهم كيما وريتكم بهذه الطريقة، انفضهم ما تجيش كاع يولي عندك مشكل ديال انسداد وكاناليزاسيون. هادو هما لي فيديو اللي كنت ناوي كي نسكن، وراني سكنت بصحة وعنا، واللي سكنوا كامل بصحة وعنا بالبركة ان شاء الله، ولي مازال ربي يفرج عليهم على قارب ان شاء الله يا رب العالمين. لا يحرموا من مجميع واحد محتاج ربي يرزقه بسكن تاعو في اقرب الاجل يا رب العالمين ان شاء الله. وشكرا جزيلا، تبارك الله فيكم على تتبعكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مازال راه يكونوا دوطر فيديو فيزافي لونتروتيان والصيانه دوميستيك. بارك الله فيكم، السلام عليكم، صحيت على بروشين.